استمعوني قال لكم هاد الشاب يدخش هالشباب ياك، واستمعوني مليح. جرب أن تأخذ بيد عجوز لتعبر بها الطريق، وستشعر أنك أهم رجل على هذا الكوكب أو أهم امرأة على هذا الكوكب، بس يقدر من ستن يجوز مع عجوز صح. أو أن تهدي بعض طعامك لقط جائع لتعرف أنك أكثر فعالية من الأمم المتحدة، أو أن تدس بعض دراهم في يد مسكين لم يسألك وسينتابك شعور عجيب بالسعادة، وإن فعلت هنيئا لك فأنت من الفالحين. اشتبك لك سي سامبل. احنا توجور نستصغروا الخير، نقولوا بك لازم حاجة كبيرة ونبدأوا بحاجة كبيرة ونديروا حاجة كبيرة. يجي صغير وراك راح يبدل لك كامل مفهومك ويبدل لك مودك هذاك النهار، وتحس روحك بلي درت إنجاز شباب وكراضي على روحك بزاف. يشوفوا حاجة صغيرة صغيرة صح، واحد لهنا تحس بيه، واحد تروح فرحان للدار ما تقدروش تيماجيني، باسكو اون فيت هذيك الجاس اللي درتو هذاك واش راح تدي معاك. هذيك هي. وانا شوفوا عندي واحد العام هكذا وعدت روحي كل ما نخدم خدمه ندي بلوكي سون دارجون، هذيك سون دارجون نديرها غير لهاد الحاجات. علاش؟ باسكو الرزق هذايا تاع ربي سبحانه وحنا رانا مسيرين فيه، تسمى لازم ما نقص ياك يعني خرج ماكله فارهاك اللي راح لمكه وزارها هكذا يقولوا. هذه راح تفرحك، ترقدي مهنيه هذيك الليله تقولي والله غدرت انجاز، هذاك اجمل انجاز تكوني درتيه في نهارك. فهمتوا؟ شغل الاشياء البسيطه هي الصح. ها ولا عجبتنا وما قدرناش، ولا انا ندخل بخيبي هكا نهضر معاها نقولها على عيني وعلى راسي، غدوه ان شاء الله بعثي لي لادغس تلحقك هكذا وتجربيها وتكوني فرحانه بها ان شاء الله. باسكو نشوف باللي من صدقه يكذب عليك، وماشي لازم تكون ملياردير باش تصدق ولا تكون كذا باش دير الخير، ولا الابتسامه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، كي طيبي طيبي زعما مقارون في دارك وتخرجي طبسي. نتقاسم معاكم باسكو كيما كاين ناس تقدر كاين ناس ما تقدرش، ما نقدروش نكذبوا على روحتي تما مادابيا نفرحها يا لو كان بحاجه هكا قد هكا بالك غوج على ليفغ بالك حاجه سامبل بصح هي تفرح بها ويعجبها الحال وتبعث لي تقول لي كاين من داك وين كي ندير دي ستوري هكذا والبنات يشوفوا زعما عندي ماكياج ولا هذيك لا مارك اللي كنت تعاملت معاها هذوك الايامات ولا يعجبوهم دي بخود يقولوا لي صار والله غير عجبتنا الحاجه وما عندناش لي موايين باش نشرو كي من عندك اللي فرحت بها بوكو بليز. فهمتوني؟ شغل قادرين نديروا حاجات هكا صغار يبدلوا الانطباع عند الناس، يفرحوا ناس، يدخلوا البهجه على ناس وهي رايحه. ربي قدر على فعل الخير. قلت لكم هاد الهضره جست باش نفكركم باش ما تنساوش باللي بحاجه صغيره نقدروا نفرحوا بنادم. اكزامبل عطيته لكم برك، هذا ما كانش نقول لكم انا رائعه وانا واو شوفوني شحال هايله فورا وين دو لا، باسكو كل واحد يعرف روحو هكذايا. وانا اللي نقدر عليكم وعلى بالكم على عيني وعلى راسي، باسكو انا صح صح حسبتكم خواتاتي وتحبوا لي الخير كما انا نحبه لكم اضعاف مضاعفه ان شاء الله. عطيكم الخير ان شاء الله يا ربي.